تشهد ساحة مقر عمدة فيينا بوسط العاصمة فعاليات مهرجان الأفلام السينمائية الصيفي، والذي تمتد أعماله على مدى شهري يوليو وأغسطس من كل عام. الساحة مجهزة بشاشة عملاقة ونظام صوتي مجسم وقوي، وتستقبل يوميا 10,000 من النمساويين والسائحين من كل دول العالم، ويعتبر هذا المكان أحد المعالم السياحية الرئيسية التي يحرص السائحون على زيارتها في شهور الصيف. وتعرض الشاشة العملاقة كل ليلة وبمجرد حلول الظلام نخبة من أروع الأعمال السينمائية والمسرحية والغنائية لكبار نجوم التمثيل والغناء والموسيقى، خاصة من النمسا وألمانيا. والمكان ليس مجرد دار سينما عملاقة ومفتوحة في الهواء الطلق، بل هو أحد المتنزهات الهامة في فيينا، حيث يقصده الملايين يوميا خاصة السائحين، ويتضمن أيضا مجموعة منتقاة من المطاعم الشهيرة من مختلف دول العالم بمذاقات متفردة للأطعمة والمشروبات المختلفة، حيث يحرص الكثيرون على تناول الطعام قبل حضور العرض السينمائي اليومي. الساحة المفتوحة والشاشة العملاقة وحضور الأفلام متاح للجميع دون تمييز وبدون مقابل، حيث تعتبر هذه العروض أحد أبرز وسائل الترويج السياحي والفني في النمسا، من خلال جذب محبي الأفلام والعروض السينمائية بصفة خاصة. وتتضمن الساحة مجسمات عملاقة ولوحات إعلانية للترويج للأفلام السينمائية المختلفة التي ستعرض خلال أيام المهرجان، ويحرص العديد من الفنانين من مختلف دول العالم على مشاركة الجماهير فرحتهم بعرض الأفلام في الهواء الطلق ومناقشتهم في محتوى هذه الأعمال الفنية. تقع الساحة أمام المسرح القومي في فيينا، وتشتهر النمسا بحب الموسيقى والفنون، ويقصدها عشاق الأوبرا والسينما من مختلف دول العالم. مهرجان هذا العام عقد في دورته 66، وحظى بمشاركة واسعة بسبب موسم السياحة الصيفية، خاصة القادمين من الخليج والمنطقة العربية. كما تولت رعاية المهرجان بنوك معروفة وشركات مشروبات شهيرة. تابع المهرجان من فيينا أسامة نصحي.